ودخل لاحظ كان في المعارضة. ما لا الناحية السياسية البرنامج المتفق عليه اختلف حول تنفيذه الاثنين. كان من المفروض ولكن وذاك البرنامج الحكومي هو التزام ديال الحكومة مع البرلمانيين مع المواطنين هو التزام دستوري. الآن عادي جدا أن حزب جديد بغى يدير بغى يخلق برنامج حكومي ديالو بالتعاون مع الأغلبية الجديدة. فضلا من السي بن كيران بصفته رئيس الحكومة جا قدمنا البرنامج الجديد. لأنه الآن غادي نحاسبوا الحكومة استنادا على برنامج باش يناقش فيه حزب. وغادي يصبح حزب كيعارض البرنامج ديالو اللي صوت عليه السابق ده. وغادي يصبح حزب آخر في الحكومة تينفذ برنامج صوت ضده. هنا الديرة من الناحية الأخلاقية. وفي إطار الفصل 88 من الدستور جي أبسنا البرنامج ديالك وناقشوه ونصوتوا عليه والله عاونك. أي القيام بإجراءات تنسيب الحكومة باش نحددوا ما هي الالتزامات ديال الحكومة الجديدة مع الشعب المغربي ومعنا كفرق برلماني. كفرق برلمانية. لكن بن كيران له رأي آخر. الحكومة له رأي آخر رفضت وقلنا دي هذا حق البرلمانيين ما خافش بن كيران ينفذوا. يدخل السيادة ديال البرلمانيين خاص بن كيران يلتزم غير دخل هذا الموضوع هذا. لكن الأغلبية ديالو في البرلمان إضافة إلى لا موقف ديال حزب التجمع الوطني الأحرار. ثانيا سميتو الموقف ديال سي بن كيران تبين بانه هذه الاغلبيه الجديده انطلق عملها بخرق في الدستور.